السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احلى متابعين ان شاء الله. النهاردة هننفذ مع بعض مشروع لبلورو بناتي بالغرزة اللي احنا شايفينها دي، خدناها مع بعض قبل كده على القناة، فقلت انفذها معاكم في مشروع تشوفوا شكلها في اللبس شكلها ايه. هنعمل البلور بتاعنا من خيط ليز ديفا القطن، والغرزة بتاعتنا طبعا عارفين انها مكونة من سطرين، سهلة قوي. يلا بينا بقى معايا نشوف هنعمل المشروع بتاعنا ازاي بغرزتنا الجميلة دي. متنسونيش بقى في اللايك شير سبسكرايب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ ان شاء الله نشتغل البلوري بتاعنا بخيط اليز ديفا بلس. الفتلة بتاعته سميكة شوية، محملة غير العادي، في خيط رفيع وخيط سميك من اليز ديفا، فانا بستخدم اللي هو الاليز ديفا اللي هو البلاس ده. طبعا خدنا طريقة عمل البلرو قبل كده، عملته معاكو بمقاس دوران الصدر اهو زي ما وريتكو كده بالمزورة، بشوف دوران الصدر معايا كام وببدأ اشتغل عليه السلاسل بتاعة الغرزة بتاعتي. دوران الصدر هنا كان عندي 70، تمام، فاشتغلت سلاسل بمقاس المقاس 70 من السنتيمتر، واشتغلت السلاسل على حسب عدد الغرز بتاعت الغرزة بتاعتي، هي تبقى مضاعفات العدد 8، يعني هشتغل 8 8 8، وفي الاخر بعد ما بخلص المقاس على المزورة بضيف 5، يعني 8 زائد 5 في الاخر، وببدأ اشتغل عليها غرزة الحشو. ده اول دور. الغرزة بتاعتي ان شاء الله النهاردة مكونة من سطرين، واحنا خدناها قبل كده مع بعض اشتغلتها معاكو في الخيط القطن الاصفر، بس كنت عاملة الغرزة فقط. النهاردة هنستخدمها في عمل البلورو بتاعنا كمشروع صيفي قبل ما الصيف يخلص بقى. اول حاجة اشتغلت عليها غرزة الحشو، وقفلت طبعا السلسلة بتاعتي وبعدلها وبقفلها بمعدولة. وبعد كده اول سطر في الغرزة هو السلاسل اللي انا عاملاها دي، 5 سلاسل، 5 سلسلة، بعد 3 وبدخل في الرابع حشو، بخلص الدور كله وببدأ بعد كده الدور التاني بتاع الغرزة، املى في الغرز الحشو، بعمل مجموعات مكونة من 5 عمود بلفة. اهو انا جيت معاكو هنا عشان اعرفكو انا خلصت دور السلاسل ووصلت لاخر سلسلة، تمام. عندي كده غرزة ابرة رقم 4 او ابرة رقم 3، انا اشتغلت بابرة رقم 3 وعملت اخر 5 سلاسل اهو، وريتكو ان العدد طلع مظبوط معايا عشان الغرزة دي بتعتمد معايا على العدد. اخر 5 سلاسل اهو عملتهم ودخلت في الغرزة الخامسة حشو، وبعد كده هبدأ ان انا ادخل بقى في الدور، اعمل 5 سلسلة تاني وانزل حشو وادخل في اول حشو بيقابلني واعمل فيه 5 عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. ده الدور التاني او السطر التاني للغرزة. يبقى الغرزة هنا مكونة معايا من سطرين، السطر الاولاني سلاسل 5 سلسلة وبدخل في الغرزة الرابعة حشو، والدور التاني ببدأ املى بقى، اعمل 5 سلسلة وانزل حشو واملى وبعد كده اعمل حشو و5 سلسلة، بيبقى معايا مجموعة مكونة من 5 عمود بلفة وجنبها سلسلة 5 سلاسل، مجموعة و5 سلاسل فراغ، مجموعة 5 سلاسل فراغ. طبعا احنا خدناها قبل كده في الفيديو وعرفنا هي بتتعمل ازاي، وكده بطبقها معاكو اهي في البليرو. عايزة تعملي بيها بلوزة، عايزة تعملي بيها كوفية، تنفع برضو في الخيط الصوفي، بتبقى جميلة وبتدي شكل حلو للكوفيات، تمام. اهي تشتغلي بيها جاكيت برضو صيفي، يعني هي غرزة لذيذة وحلوة. تمام، هتخلصي بقى المسافة المطلوبة، هنخلص المسافة المطلوبة مننا بمقاس البليرو. هو المقاس بتاعه كله هيبقى 50 سنتي، الجسم بتاعه هيبقى 20، هيبقى 25 سنتي الطول بتاعه،
اهو انا خلصته خلاص، اهو باللونين اللي احنا شايفينهم دول. بصوا الغرزة جميلة قوي في خيط القطن، شكلها جميل كده. خلاص خلص معايا داير اهو، انا عملته على المقفول. وهنا كده اهوت هعمل بقى اخر دور تحت، هعمله غرزة المروحة بالخيط الغامق علشان يعمل ماتشنج مع الالوان الغامقة اللي قدامنا دي. تمام كده، المروحة دي هعملها على الغرز بتاعتي الاخيرة، الصف الاخير بيبقى مكون من 5 عمود بلفة. انا هدخل على كل فستونة من مكونة من 5 عمود بلفة، احط على كل عمود 2، يبقى معايا 10 عواميد على الفستونة، وانزل حشو في السلسلة اللي جنبها. يبقى انا كده خلصت الحرف وخديت له اللون غامق. تمام، بس بعد كده بقى هبدأ ان انا اكمل اعمل الحملات بتاعت البلورو او بتاعت التوب. تمام، اهي دي المروحة اللي انا اشتغلتها وختمت بيها السطر، عملت بيها السطر الاخير. على كل عمود بنزل عمودين بلف، انا عاملة 5، يبقى هيبقى 10 عواميد. تمام كده، سهل قوي قوي، تقدري تنفذيه وتعملي برضو منه مقاسات صغيرة للبنوتات. ممكن تعملي منه وسط الفستان من فوق، والوسط اللي تحت تعمليه بقى غرزة من غرز التزايد عشان ينزل معاكي واسع. وهي غرزة لذيذة وجميلة قوي قوي، تنفع صيفي وتنفع شتوي. او كده الحرف اهو، انا هكمله بقى بالشكل ده، وبعد كده هنبدأ نشتغل مع بعض الحمالة. هيبقى مقاسها 30 سنتي، 15 امام و15 خلف. تمام، هيبقى البلورو كله على بعضه كده 50 سنتي، يعني هو عشان بلورو قصير قلتلكوا قبل كده بيتلبس على شميز طويل. ايه الحملات انا عملتها؟ طبعا عملت مقاس حردة الجيرو وطلعت ب6 عمود بلفة، وطلعت عليهم لحد ما خلصتهم وثبتتهم من الخلف بغرزة الحشو. هبدأ بقى برضو امشي على الحمالات وعلى الصدر بغرزة الفستون اللي هي اللي انا عاملاها تحت كده باللون الغامق. هو البلورو اهو بقيسهولكو، اهو طلع 25 سنتي. تمام، و15 هيبقى كام؟ اهو 15 الحمالات و25 الطول. وطبعا الدوران الصدر انا كنت واخداه 70 سنتي. دي الحمالات هي خلصتها، هلف بقى عليها هي والصدر بالمجموعات اللونها غامق لون البني ده. تمام، زي ما قلت لكم مثبته الحمالات من ورا بغرزة الحشو. طريقته سهله قوي قوي وجميل، شكله شيك قوي في اللبس. برضو ممكن يتعمل شتوي بالخيط الصوف، بس يتعمل قط ممكن بدون حمالات. تمام، برضو هعرفكم هنا وانا بعمل على الصدر الفستونات 5 برضو عمود بلفة، وننزل نسيب 3 سلاسل وننزل في الرابعة حشو. تمام، سهل جدا. والغرزة طبعا لما بنشتغلها بتبقى ليها شكل غير لما بتطبقيها في اي مشروع، بيبان شكلها وبيبان جمالها. طبعا احنا قلنا قبل ما نخلص الصيف بقى كده ايه، نعمل مشروع او 2 كده للصيف.
في كمان تصميم بوليرو برضو هعمله لكم ان شاء الله على الفيديو الجاي باذن الله، بس تصميم تاني خالص وشكل تاني خالص برضو بخيط القطن اللي هو اليس ديفا برضو، بس الرفيع مش السميك مش البلس. هوريكم برضو الشغل بتاع الخيط الرفيع هيبقى شكله ايه. تمام، لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للاستفادة فضلا وليس امرا. اهو خلصت الشغل اهو على الصدر وعلى الحمالات، طبعا بتعمليها 6 عمود كفاية او 5 علشان انت بتعملي الفستونات على الحمالات من الناحية دي ومن الناحية دي، ما تبقاش الحمالات سميكة قوي. هي عشان كده بعمل 6 عمود بس كفاية، وبكمل بقى بالفستونات من الجنبين. بدخل بقى على العواميد دي كل عمود بدخل عليه 5 عمود بلفة، وفي العمود اللي جنبه بعمل الحشو. انت تقدري تظبطي الشغل مع نفسك وتظبطي لنفسك الغرز والاماكن. تمام، وبكده يكون خلص البوليرو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون فيديو سهل وبسيط بالنسبة لكم، وتكون الغرزة عجباكم تقولوا لي في الكومنتات بتشاهدوني من انهي بلد وايه هي هوايتكم المفضلة. نورتوني وشرفتوني، تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب فضلا وليس امرا. وبكده خلص البوليرو بتاعنا. يلا اشوفكم بقى على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.